لانه لو البروجستيرون بتوين 5 و10 ده بتاع الترفز ديفكت، انما لازم اقول اقل من 5 عشان اقول ان هو ايه ان اوفيليشن. الاندروجين بكل انواعه سواء اوفيريان او ادرينال ممكن يبقى عالي. وهنا دي احد البدايات، ان انا ابتدي ان الادرينال تطلع دهيه، فالدهيه ده ينزل على الاندروجين بول زي الباراشوت ويروح ورا الوضع برحمن، ويبقى اي 1 والاي 1 ده في حاجه غريبه، ولاقي ان الاندروجين هو اللي عمل الهايبوثلاميك بيتيوتري ديسفانكشن. بالمناسبه احنا عندنا البي سي ولي ثلاث بدايات، البدايه بتاعت هايبوثلاميك بيتيوتري اللي هو كنت عرفت لوحدك، والبدايه ان عيانه اوبيز يبقى فيها انسولين ريزيستنس وهايبر انسولينيميا وده يزود الاندروجين، وبدايه ان الاندروجين يجي من الدهيه. اهم حاجه في الثلاث بدايات انهم يصبوا ان في اندروجين عالي ويروح وضع عبد الرحمن ويعمل اي 1 والاي 1 ده في حاجه غريبه. مفهوم ولا لا؟ كويس. الثايرويد ملهاش هنا مجال من الاعراب، الادينا قلناها هنا بلاقي هايبر انسولينيميا، انسولين عالي بحكم ان في انسولين ايه ريزيست. طيب بعمل الترا ساوند بلاقي الكريتيريا بتاعت البي سي او اكتر من 10 فوليكل ارينجد بريفرالي، اقل من 10 ملم زي ما احنا قلنا، وان الاوفيريان فوليوم اكتر من 10 كيوبيك سنتيمتر فيما يعرف اعلاميا بادمز كريتيريا، المنظر اللي انا رسمه فوق. اللابروسكوب يقول لك اويستر لايك، اويستر لايك، شوف كده تلاقي زي اسمها ايه زي المحاره. لو خدت اندوميتريال بايوبسي هتلاقيها بروليفراتيف او اندوميتريال هايبربليزيا او اندوميتريال ايه كانسر، وده اللي هيجرنا عشان نتكلم على حاجه اسمها بعد الانفستيجيشن اسمها لونج تيرم كومبليكيشنز. ايه اللونج تيرم كومبليكيشنز بقى؟ اللونج تيرم كومبليكيشن لو سبت انت نمبر 4 كتير تعمل اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال كانسر. احنا بنقول ان الاندوميتريوم بروليفراتيف صح؟ بس لو سبت ان اوبوزد ايستروجين لفتره طويله هيعمل اندوميتريال هايبربليزيا واندوميتريال ايه كانسر. كنا بنقول ان العيانه دي فيها اوبيستي وانسولين ريزيستنس، بس لو سبت الاوبيستي والانسولين ريزيستنس فتره طويله هيقلبوا دايابيتس وهايبرتنشن. كنا بنقول ان العيانه دي عندها هايبر اندروجينيزم، بس لو سبت الهايبر اندروجينيزم فتره طويله هيعمل لك ديس ليبيديميا واسكيميك هارت ايه ديزيز. وبالتالي حتى لو العيانه مش زعلانه، تقول لي مش زعلانه ازاي؟ اهو سهله اهو، اخبار الدوره ايه؟ ما بتجيش. حالك متضايقه؟ لا بالعكس، تقول في داهيه. طب يا مدام اخبار الحمل ايه؟ انسه يا بخ، شكرا. اخبار الاكني والهرشيتيزم ايه؟ بعدي على مدام ميرفت بتشل الشعر ولا متضايقه من حاجه. هل معنى كده ان احنا ما نعالجهاش؟ لا، برضه لازم نعالج. دي القيمه اللي انا بقول لك لونج تيرم كومبليكيشن. الحاجه اللي مش مضايقاها النهارده هتعمل لها بكره ثلاث حاجات تموت، اسمها اندوميتريال كانسر وهايبرتنشن واسكيميك هارت ايه ديزيز. وبالتالي لازم نعالج. في العلاج في عندنا حاجة اسمها جنرال، وبفكروني بس اقول روتردام بس ايه شوية، في حاجة اسمها جنرال لاينز، حاجة اسمها جنرال ايه لاينز. ايه الجنرال لاينز دي؟ اي حد بيشتكي من اي حاجة بنقول له ايه؟ يقلل الوزن ويوقف التدخين، ممكن نقول لها ميتفورمين. يعني ايه كلمة جنرالايز؟ جنرالايز تحتمل كثير من معاني. الكلمة الأولانية إن ساعات بعض الدكاترة بيجربوها مع عيانين البي سي أو بغض النظر عن شكوتهم لوحدها في الأول. يعني أي واحدة تلاقي دورتها ملخبطة يقول لها خسي بطلي سجاير، وبعد يقول لي علاقة السجاير، السجاير بتزود الأدرينال دهية فأنا عايز أقلل بس. وخدي ميتفورمين عشان نحسن الانسولين ريزيستنس، وبعد عليها كمان شهرين ثلاثه. ده اول معنى للجنرال لاين.
تاني معنى ان انا لو العيان عندها انفيرتيليتي واعمل لها اندكشن اوف اوفيليشن بكلوميفين سيترات ولا اعمل لك اندكشن بكلوميفين سيترات وتخسي وتوقفي سجائر، فاهمين قصدي ولا لا؟ انه ولو عيانه عندها الريجولر سايكل هديها سي او سي تنظم لها السايكل واقول لها فاهمين ولا لا؟ يبقى كلمه جنرال لاينز دي معناها انه انا دلوقتي هشوف شكوتها ايه وعالجها صح، بس ايا ما كانت شكوتها هستخدم الجنرال لاين، وعشان كده انا هكتب بالشكل ده. دي اسمها جنرال ايه؟ لاينز. بعملها وبعدين ابص للشكوى. لو الشكوى دي انفيرتيليتي يبقى بعمل للعيانه دي اندكشن اوف بايه؟ بكلوميفين سيترات. تقول لي بس لا استنى، انت مش قلت كلوميفين سيترات ده بدوم 5 يوم الدوره؟ اه طب هي دي عندها دوره؟ يعني احتمال يكون جالها وسترول بليدنج، هبتدي من 5 يوم الوسترول، ايه المشكله يعني؟ تقول لي طب وافرض ما بيجيلهاش، هنقعد نستناه ولا حاجه اعمله؟ اديها بروجستين 5 ايام وايه ووقفه وابتدي من 5 يوم البروجستين. فتقول لي لا تعالى، هو اصلا ما عندهاش نورمال كيرف عشان نعمل كده. ايوه ما انا عشان اديت بروجستين 5 ايام عشان اقفله ايه وافتحه، جايز المره الجايه يشتغل كويس. تقول لي تعالى وافرض ما اشتغلش كويس، انا اسف هعمل طريقه ثانيه. اعمل ايه طيب؟ انما لازم احاول، مش فاهمين ولا لا؟ يبقى اذا هنا استخدام الكلوميفين سيتريت هي ترايل، مش بالضروره تنجح. قبليها بروجستين 5 ايام واعمل وذرول بليدنج واقفل الهايبوثالاموس والبيتيوتري، وبعدين اجي من 5 يوم الوذرول بليدنج اعمل كده جايز ينجح. طب لو فشل ما خسرناش حاجه، ده دواء اورال ورخيص. لان المرحله اللي بعد كده لو الكلوميفين سيتريت فشل هبتدي اعمل ايه؟ جونادوتروبين ثيرابي. طبعا جونادوتروبين ثيرابي لما ادي اف اس اتش الفولكلز كتير قوي كده ريسك اوف اوفيريان هايبر ستيميليشن ايه؟ عالي. لذلك في هنا رول لحاجه اسمها سيرجيكال اللي هو اللاباروسكوبيك اوفيريان ايه؟ دريلينج. وخليني اقول بقين كلام. البق الاولاني يتعلق بفن، ما انا قلت لك ان الاندكشن اوف اوفيليشن ايه؟ مهنه مش حته دهنه. يعني ايه؟ يعني انا لما بعمل اندكشن اوف اوفيليشن في عيانه كلوموفين سيتريت في عيانه بي سي او يصح ازود معاه ميتفورمين صح؟ يصح ازود معاه ديكساميثازون عشان الديكساميثازون هيقلل الاس تي اتش، فالاي سي تي اتش هيقلل الدهن. مش الديه دي طالعه من الادرينال ولا لا؟ يصح ادي معاه بروموكريبتين عشان اقلل البرولاكتين. يبقى انا كده وقفت معاه ضد المؤامره مين؟ الخارجيه. شايفين ولا لا؟ ابتدينا نطبق اهو. يبقى انا اديت بروموكريبتين قللت البرولاكتين. موجود عندك البرولاكتين ده كابتشين؟ كابتشين. طب اديت ديكساميثازون قللت الاي سي تي اتش قللت الادرينال، موجود عندك كابتشين؟ موجود. اديت ميتفورمين عشان الانسولين ريزيستنس صح ولا لا؟ يبقى انا ادي الكلوميفين وادي معاه موضوع المؤامره الخارجيه وادي حقنه اتش سي جي كمان. عندي كذا بروتوكول بس مين الرئيسي اللي فيهم؟ كلوميفين سيتريت والباقيين دول معاه. لما الليله دي كلها تروح كده فهمت يعني ايه ده؟ ازود الدوز والديوريشن واقف مع المؤامره الخارجيه والاتش سي جي صح ولا لا؟ وبعد كده ممكن ابدل بقدر انتي استروجين. ما ينفعش. لما كل ده يفشل ابتدي اروح اقول بقى تعالى يا مين؟ يا جونادوتروبين وانا خايف. ودي شويه حقن اف اس اتش. لقيت الاوفري ده راح منفوخ اقول لاباروسكوبيك اوفيريان دريلينج. وقصه اللابروسكوبيك اوفيريان دريلينج تعود الى شتاين وليفنثال مكتشفا هذا السندروم لما كان العلم سهل مش زي دلوقتي، ولقوا عيانين عندهم ايفيدنس اوف انوفيليشن واوليجو اوفيليشن، ولقوا كمان عندهم اندروجين اكسس اكني وهرشوتيزم. وساعتها كان شتاين وليفنثال من رواد علم المناظير لابروسكوب، فقالوا العيانين اللي عندهم منسترال ايريجولاريتي وعندهم اكني وهرشوتيزم دول لما دخلنا لقينا الاوفري بتاعهم كبير. فشتاين قال ليفنثال نعمل ايه؟ قال له تعال نشيل حته منه.
قال له ليه؟ قال له نجرب، ما هو شكله هو اللي مضايقه. فراحوا شايلين حته منه، لو العينين دورتهم انتظمت وحمل، فاعلنوا ان في علاج طلع للمرض ده اللي هم ساعتها ما كانش اسمه بي سي او، كان اسمه شتاين وليفنتال سندروم. انه لما تلاقي عينه فيها منسترول ريجولاريتي وفيها اكني ورشيتيزم، شلها حته من الاوفريا تبقى حلوه. وعملوا زي ما قلت لك مؤتمر صحفي كبير، وقالوا احنا لقينا علاج اخيرا للمرض العظيم ده واسمه شتاين وليفنتال سندروم. فقالوا لهم طب لما بتشيلوا حته ايه اللي بيحصل؟ قالوا لهم ما نعرفش. فقالوا لهم لا احنا عايزين تفسير فورا ودلوقتي حالا. فقال لهم خلاص لما بنشيل الحته دي بنشيل الثيكا سيل اللي بتطلع الاندروجين. ففي صحفي رزل كان طالب في كليه الطب، قال لهم ايه؟ قال لهم لا ثانيه، ما هو في ثيكا سيل ثانيه لسه بتطلع. فقالوا له اه صحيح. طب بص لما بنعمل السيرجيكال تروما دي في اندوجينس ميتابولايت بتطلع، هي بقى اللي بتعالج المرض. فقالوا له، قال لهم ثانيه واحده، ايه هي؟ قال لهم ما نعرفش. حلوه بس. فقال لهم خلاص، وخلصوا على كده، وقفلوا بقى المؤتمر الصحفي وروحوا. جه بعد كده يظل لغايه دلوقتي اللي عملوه الميكانيزم بتاعه انون، وان دي التفسيرات بتاعته في الكتب لغايه دلوقتي. بس اللي هم عملوه ده بعد سنه او اتنين، العينين اللي عملوا ويدج ريسكشن اللي شالوا حته من الاوفري حصل لهم اوفريان وبيريتيوبال اديشنز، ودي كانت مشكله. فبداوا يختصروا، بدل ما يشيلوا ويدج يعملوا لابروسكوبيك اوفريان دريلنج، يعملوا خرام في الاوفري، يكوا برضه السيكا سيل وبرضه يطلعوا الاندوجينس ميتابولايتس الانون، وبرضه العيانين يحملوا بعد كده. طيب افرض ان الكلام ده ما نفعش عليك وعلى الاي في اف بقى، ولا انا مع الاي في اف حديثهم اخر غدا ان شاء الله. طيب افرض العيانه مشكلتها منسترال ريجولاريتي، نديها سيوسيس يا بروجستين، اي عيانه في الدنيا يا اولاد، وحتى نتحدث عن سيوسيس، اي عيانه في الدنيا دورتها مضايقاها الغيلها الدوره واعملها دوره صناعيه عشان ما نزعلش. ما مش منتظم، هلا انظمها لك. مش بس انظمها لك، ده انا هنظمها لك واخلي لك الاماونت بتاعها قليل، واعمل لك سايكليك شيدنج عشان ما يجيلكيش هايبر بليزيا وكانسر. فقالت لي ازاي؟ قلت لها تاخدي سيوسيس 3 اسابيع وتوقفيه اسبوع ينزل لك دوره. قالت لي بس انا اوبيز وعندي انسولين ريزيستنت ومش هينفع اخد سيوسيس. قلت لها ما يجراش حاجه، اديكي سايكليك بروجستين، اديكي بروجستين 10 ايام كل شهر يعملوا لك ويزدرول بليز. ابقى برضو خليت لك الدوره منتظمه وما عرضتكيش للانف بوزد استروجين وعملت لك سايكليك ايه شيدنج. مفهوم ولا لا؟ الاصل ان انا ادي ايه؟ سيوسيس. والسايكليك بروجستين ده للعوجه والعرجه والكدعه والاولد والاوبيز والدايابيتيك. طالما العيانه دايابيتيك واوبيز ممكن بقى اديها ايه؟ بروجستين. نديها لمده قد ايه يا دكتور؟ ما هو ده السؤال اللي انا نفسي اعرفه زيك بالظبط. لان احنا اتفقنا ايه؟ دي اوسخ حاجه في البي سي او، تكتب لها سي او سيس 3 اشهر تروح تيجي تقول لك انا خفيت الحمد لله. لا طب ماشي، تيجي كمان سنه دكتور انا مخفتش ولا حاجه، ده رجعت لخبطت تاني. او تيجي كمان شهر دكتور انا مخفتش، ده رجعت لخبطت تاني. او تيجي كمان اربع سنين تقول لك فاهمين ولا لا؟ هي برضو مش فاهمه ان الثلاث شهور دي دوره صناعيه، دي مش حقيقيه. فهي كانت فاهمه انها خفت، فاتصدمت يا عيني لما الدوره رجعت تلخبط تاني. طب رجعت تلخبط تاني بعد قد ايه؟ ما اعرف. فلما تجيني مره ثانيه اقول لها ايه؟ طب بصي خلي السي او سي 9 اشهر، طب خليها سنه، طب خليها 40 سنه لغايه لما انا اموت ونخلص. ممكن يعني ايه خليكي ماشي على السي او سي دي؟ انا خلاص يعني انا عندي 40 سنه، هو اللي 45 سنه، فاضل لي 15 سنه في الدنيا دي، تمشي على سي او سي 15 سنه بس بانتظام. خلاص كده لو حصل لك بعد 15 سنه حاجه ابقي ايه؟ شوفي بقى الورثه والحاجات دي. ماشي الكلام؟ طيب يبقى اذا في المنسترول يجي السي او سيز والايه؟ والبروجستين. طيب افرض اديت لواحده سي او سيز وبروجستين ولقيتها بتنزف، هنبتدي نشك ان فيها اندوميتريال هايبربليزيا او اندوميتريال ايه؟ كانسر. وساعتها نعمل لها دي ان سي، وهنا الدي ان سي يبقى دايجنوستيك و ثيرابيوتيك. فاهمين ولا لا؟ حلو قوي. لو في عيانه مشكلتها اكني وهرشيتيزم، هديها برضو سي او سيز سبيشالي ايه؟
ديان. لما اديها سي او سيز، لما اديها استروجين وبروجستين، هعمل سبريشن للال اتش اللي بيطلع الاندروجين. يا سلام بقى، هو السي او سيز يعني استروجين، و يصح ان البروجستيرون يبقى اسمه سيبروتيرون اسيتات، لان السيبروتيرون اسيتات كمان اندروجين ريسبتور ايه بلوكر. هذا الكومباينيشن بين الايثينايل استراديول والسيبروتيرون اسيتات اسمه ايه بقى؟ ديان. كويس، وده احسن واحد لعلاج الاكني والايه والهرجيتزم. بقي ان اقول يا اصدقائي انه فروتردام سنه 2000 وفي مؤتمر كبير قالوا انه كيف نشخص البي سي او. هي عيانه اشتكت من انوفيليشن او اوليجو اوفيليشن and or evidence of androgen excess، ثم وجدنا فيها الادمز كريتيريا مش العكس. يعني ايه؟ ما ينفعش البي سي او تشخص بالعكس، يعني ما ينفعش واحده تروح تعمل الترا ساوند نلاقي فيه ادمز كريتيريا. لا، بقول لك ايه، انت عندك منسترول ريجولاريتي، تقول لي لا والنبي اروح اجيب، يعني مش كده، فاهمين ولا لا؟ يبقى هو بيتشخص ازاي؟ عيانه تشتكي الاول من اكني وهرجيتزم او تشتكي من منسترول ريجولاريتي، فنعمل الترا ساوند، نلاقي الالترا ساوند ده ايه؟ بي سي او، فيبقى العيانه دي بي سي او. انما عيانه عملت الترا ساوند لا فيها مالتيبل فولج، فاكرين الاوفر اللي كنت رسمه من شويه انترا فريجولار كاونت؟ نعم. فدي العيانه دي يقول لها عندك تكيس على الموبايل، دورتك منتظمه؟ اه. في اكني وهرجيتزم ولا مفيش اي حاجه، تبقى مش بي سي او. يبقى كيف تشخص بي سي او؟ ايفيدنس اوف انوفيليشن واوليجو اوفيليشن اهي، اكني وهرجيتزم او بايوكيميكال هايبر اندروجينيزم في وجود الترا ساوند في ايه بقى؟ بي سي او. يبقى العيانه دي عندها ايه؟ بي سي او. فاصل ونص. الساعه كام يا ولاد؟ ايه؟ بص عشان نتفق، عندي النهارده وبكره شويه شغل، ولا تحب اقول اسرع؟ لا حلو كده. اقلب؟ لا لا اقلب عادي يعني. لا لو عايزين، بص في على الابلكيشن ريفيجن في كل الاندوكراين في ساعتين زمن، ايه اللي عايز يروح يعمله يعمل. انا جاي هنا عشان اتمزك ومزكك، فلو مش عايز تتمسك هتروح، هتلاقيني انا برضو انا اللي باجي في التلفزيون، هتلاقيني جاي في التلفزيون ومراجع الاندوكراين كله في ساعتين زمن. ماشي الكلام؟